أعلن دعمه الكامل والمستمر واللامحدود للقوات المسلحة وللقيادة السياسية وللشرطة. احنا واجهنا هذه الحملة بأن أكثر من 567 أو 566 نائب إن لم تخني الذاكرة وقعوا لاختيار سيادة الرئيس والتفويض سيادة الرئيس لمرحلة تانية. ده معناه إيه؟ أن السيد الرئيس وهو رئيس الدولة وهو الحكم الفصل بين السلطات وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة بندعمه وبنأيده الفترة مرحلة جديدة ونأيد القوات المسلحة وشرطتنا الباسلة وجميع المؤسسات المحترمة والمؤسسة الإعلامية. وهندعم ده كمان إن إحنا هننزل الشارع حملة طرق أبواب هنا في مصر وبره مصر نقول لهم لا تصدقوا هذه المنظمات الكاذبة اللي وصلت لمرحلة خلاص فقدت التنفيذ. نعم نعم طبعا بتلفق للدولة المصرية يا أستاذ أحمد الإنجازات اللي حصلت خلال 3 سنين ونص أو 3 سنين و8 شهور حقيقة ما كانتش تتحقق في 30 أو 40 سنة. هذا الرجل استطاع أن يختزل 30 أو 40 سنة في 3-4 سنين من أجل أن تعبر الدولة المصرية البر الأمان. بحييك وبشكرك وتحياتنا لأهالينا في الصف. سيادة النائب علاء عابد.